انا شرع سريع عن الاذن، بعض الخيل ترفض مسك الاذن بالذات عند التغسيل بالمويه، سواء عند المويه او الامور الاخرى، بس بالذات في المويه. ببساطه زي ما قلنا، في اماكن حساسه عند الخيل طبيعتها بغريزتها ما تخليك تمسكها الا عقب ما تثق فيك. يعني طبيعي ان الحصان يرفض مسكها لما تحاول تمسكها اول مره، شيء طبيعي كغريزه يحاول يرفض لانه مكان حساس لا يريد من احد لمسه الا اذا وثق فيه. فلما يثق فيك يبدا تدريجيا يتقبل. اللي يصير بما انه بيخاف معك اول مره ويحاول ينطلق او يحاول يتفلت، طريقه تعاملك معه لايقافه من التفلت سيربط بينه وبين الشيء المخيف نفسه، سواء حالك صفاق او اذن. لما تحاول تمسك اول مره مع اي شخص بيحاول يوخر، بيخاف، بيرفض. ولما يرفض تعاملك معه تعامل خاطئ، سيربط بين مسك الاذن والتعامل الخاطئ ويتطبع على رفض مسك الاذن. تعاملت معه صح سيربط بين التعامل الصحيح ومسك الاذن فيتقبل مسك الاذن مع الوقت. النقطة اللي بتكلم فيها لما تغسله، بعض الاحيان لما تغسل الحصان يخاف بشكل واضح من تقريب المويه عند الاذن. طبعا لها دخل بموضوع طريقة المسك، فإذا علمت انك تمسك الاذن بشكل صحيح ومن ضمنها انك تغسل المكان حول الاذن بشكل صحيح تدريجيا يتقبل. فانا لن اؤذيك، المويه حول اذنك لن تؤذيك، طريقة مسكي لك لما ترفض مسك الاذن لن تؤذيك، مع الوقت يتعود. لكن في نقطة تساعد على تسريع الوضع بشكل قوي جدا، اللي هي معرفة سبب خوفه من الاذن عند التغسيل حتى لما يكون متعود على الاذن. يعني الحصان عادي ما عنده مشكلة مع الاذن او مسك الاذن، بس لما تغسله عند ارتباك بسيط لاحظت ان اكثر الخيل اللي زي كذا تخاف ان المويه تدخل اذنها، ما يبغى المويه تدخل وسط اذنه. فانت لو بس مسكت اذنه سكرت تسكير بيدك، يعني باذنك بيدك دفيت الاذن على جبهة الحصان او على راسه على ورا، يعني سكيتها بس تسكير، يعني سكيت فتح حقتها، بتلاحظ ان الحصان يتقبل تماما انك تغسل الاماكن اللي حولها بالمويه، لانه خايف من دخول المويه باذنه فقط. فلو سديت اذنه بدينك ثم غسلت الباقي بالمويه بتلاحظ فرق شاسع جدا من ناحيه التوقيت. طبعا يبقى الاساس هو زي ما قلت شلون تمسكه، لابد يعرف ان مسك الاذن لن يؤذيك وطريقه مسكه لك لن تؤذيك. لكن كتسريع الموضوع في الناحيه هذه، غط اذنه بيدك، طبعا غط اذنه بدون ما تحوسها، يعني بس فقط يعني حط يدك اليسرى او اليمنى على الاذن ودفها على جبهته من ورا او على علبه، خلينا نقول اعلى الرقبه مو بعكس، يعني الاذن واقفه كذا بيدك دفها على ورا، بتكون مسكره تماما بيدك مما يمنع المويه من دخول الفتحه فيرتاح الحصان. بتلاحظ فرق سريع جدا في استجابه الحصان وهو بصوبه.